بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الأول ثانوي في الفصل الدراسي الأول. موضوع الدرس هو عن الجملة الإسمية. هذا الدرس من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آل وذيح. أهداف الدرس: يتوقع منك بإذن الله تعالى بعد استماعك لهذا الدرس أولا أن تفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ثانيا أن تحدد وتعدد ركني الجملة الإسمية في اللغة العربية، ثالثا أن توضح ما يعرب بالعلامات الأصلية، رابعا أن توضح صور المبتدأ في اللغة العربية، وكذلك أن توضح أنواع الخبر في اللغة العربية. بين نوع الجملة التالية مع ذكر السبب. إذن المطلوب هنا أن نبين نوع الجملة. عندما أقول المكتبة جميلة، كيف أحدد نوع الجمل؟ الذي يحدد نوع الجمل بدايتها. فإذا ابتدأنا باسم فإننا نقول الجملة اسمية، وإذا ابتدأنا بفعل نقول الجملة فعلية. والمثال الذي أمامنا المكتبة جميلة، نلحظ أن المكتبة اسم، إذن سوف أقول نوعها اسمية، والسبب لأننا ابتدأنا بماذا؟ لأننا ابتدأنا باسم وهو كلمة المكتبة. وضح ركني الجملة الاسمية التالية: المكتبة جميلة. الجملة الاسمية يا بني تتكون من المبتدأ والخبر، والمبتدأ هنا المكتبة، وجميلة الخبر. ما تعريف المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم الذي نبتدئ به الجملة، فمثلا أنت تقول محمد ثم تخبر عنه بخبر، تقول محمد مجتهد، أو تقول المدير حاضر، أو المدير مريض. إذن تأتي باسم ثم تخبر عنه، إذن الخبر هو الجزء المتم للفائدة، لذلك قد يكون بين الخبر والمبتدأ مسافة، فقد تقول مثلا المدير الذي زارنا بالأمس مريض، فالمدير مبتدأ والخبر هو في كلمة مريض، وتجد أن بينهما مسافة وليس متصلين ببعضهما البعض، فقد يكون بين المبتدأ والخبر عدة كلمات. المهم في الخبر هو أنه الجزء المتم للفائدة. ما الحالة الإعرابية لكل من المبتدأ والخبر؟ اعلم يا بني أن المبتدأ دائما مرفوع، وكذلك الخبر دائما مرفوع، فتقول المكتبة جميلة. المكتبة اسم في أول الكلام، لذا إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الضمة، والضمة كما تعلم من علامات الإعراب الأصلية، فعلامات الإعراب هي الضمة والفتحة والكسرة، الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. جميلة هي الخبر المتم للفائدة، لذا نقول في إعرابها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرها. إذن المبتدأ والخبر مرفوعان دائما. حدد ركني الجملة الإسمية واذكر علامة رفعهما. عندما أقول الطالبان حاضران، الطالبان اسم في أول الكلام، لذا سوف أعربه مبتدأ مرفوعا، وعلامة رفعه ماذا؟ علامة رفعه الألف. لماذا قلت بأن علامة رفعه الألف؟ السبب لأنه ماذا؟ مثنى. إذن المبتدأ هو كلمة الطالبان، والخبر حاضران. ما إعرابها؟ نقول الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الألف لأنه مثنى، وحاضران خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ماذا؟ مثنى. إذن علامة رفعهما الألف. الألف هنا ليست علامة أصلية، وإنما هي علامة ماذا؟
فرعية، فعلامات الإعراب الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة، والألف هنا ليست من علامات الإعراب الأصلية بل هي من علامات الإعراب الفرعية. لنبدأ الدرس. عين المبتدأ فيما يأتي واذكر صورته. اعلم يا بني أن المبتدأ ليس على صورة واحدة، فله ثلاث صور. فلدينا هنا مثلا عندما نقول الكريم محبوب، أنت تعلم بأن المبتدأ يكون في بداية الجملة ما لم يكن مبتدأ مؤخرا، فنقول هنا الكريم اسم في أول الكلام، لذا فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولكن كما ترى فإن الكريم هنا اسم ظاهر واسم صريح، فصورة المبتدأ هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو اسم صريح، إذن صورته بأنه اسم صريح. الخبر هو في قولنا محبوب، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. إذن الحالة الأولى الكريم محبوب، المبتدأ الكريم وصورته أنه اسم صريح، مثل قولك محمد مجتهد، القائد محنك، المهندس بارع، الطبيب ماهر. أما في قولك أنت بارع، نجد أن المبتدأ هنا ليس اسما صريحا وإنما ضمير منفصل أنت. الضمائر المنفصلة قد تكون في محل رفع مبتدأ، مثلا أنت تقول أنت بارع وأنا مجتهد، وهو قولك هو عالم، هذه كلها ضمائر إعرابها نقول في إعرابها، مثلا في قولنا أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وبارع هي الخبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن نوعه هنا ضمير ماذا؟ ضمير منفصل. أعطيك مثالا آخر، أنت بارع، سأخذ ضميرا آخر مثلا الضمير نحن، أقول نحن مسلمون، بإمكاني أن أخذ ضميرا آخر هي مجتهدة، مثال آخر هو غائب، أنتما مجتهدان، هذه الصورة من صور المبتدأ ونسميه ضميرا ماذا؟ منفصلا. النوع الأخير من أنواع صور المبتدأ ويسمى يا بني مؤول، نسميه مصدرا مؤول، نسميه ماذا؟ مصدرا مؤول. مما يتكون المصدر المؤول؟ المصدر المؤول يا بني يتكون كما ترى من أن والفعل المضارع. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. كيف أوضح المبتدأ هنا؟ أقول أصلها صيامكم خير لكم، إذن مصدر غير موجود وإنما أؤوله مصدرا غير موجود وإنما أؤوله، فأقول وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم. صيام هي المصدر المؤول، صيامكم هي المصدر المؤول، وهو النوع الثالث من أنواع المبتدأ أو من أنواع صور المبتدأ. إذن المبتدأ يا بني له ثلاث صور، إما أن يكون اسما صريحا مثل محمد مجتهد، القائد محنك، الشجرة مثمرة، أو يكون ضميرا منفصلا مثل أنا حاضر، وهو غائب، نحن مسلمون، هي مجتهدة، أو أن يكون مصدرا مؤولا مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أؤولها، أقوم بجعل أن والفعل المضارع أحولها إلى مصدر مؤول فتصبح صيامكم. بعد أن انتهينا من صور المبتدأ نأتي إلى أنواع الخبر. أنواع الخبر كالتالي، أولا رقم واحد، عندما نقول الدين عماده الصلاة، الدين عماده الصلاة، بداية أين المبتدأ؟
المبتدا كما ترى الدين وهو اسم صريح، ما اعرابه؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. اين الخبر؟ الخبر هو كما ترى عماده الصلاه. مما تتكون عماده الصلاه؟ تتكون من مبتدا وخبر. اذا نوعه جمله اسميه. الخبر هنا كما ترى يا بني عبارة عن مبتدأ عماده الصلاة، هنا مبتدأ وهنا خبر، إذا تكون لدينا في الخبر جملة اسمية. كيف أعربها؟ أقول الدين مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عماده مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الصلاة خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة، الدين عماده الصلاة. ثم أقول بعد ذلك إن المبتدأ الثاني مع خبره هو خبر للمبتدأ الأول. إذن هذا النوع الأول من أنواع الخبر وهو الجملة الإسمية. وقد يكون الخبر جملة فعلية. انظر هنا، المسلم اسم في أول الكلام، أعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ماذا أخبرت عن المسلم؟ أخبرت عنه بأنه يحافظ على الصلاة. إذن الخبر هو يحافظ على الصلاة، أنه يحافظ على الصلاة. ما إعرابها؟ هل أقول مباشرة إعرابها خبر؟ بالتأكيد لا. أولا سوف أقول يحافظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على المسلم. إذن ثم بعد ذلك أقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر، وهناك في السابق قلت والجملة الإسمية في محل رفع خبر. إذن لدينا نوعان من أنواع الخبر، إما أن يكون جملة اسمية تتكون من المبتدأ والخبر، أو تكون جملة فعلية مثل قولنا يحافظ على الصلاة. نأتي إلى النوع الثالث، عندما أقول الإمام على المنبر، أين المبتدأ؟ سوف تقول الإمام لأنه اسم في أول الكلام. ماذا أخبرت عن هذا الإمام؟ أخبرت أنه على المنبر. دعني أسألك، على المنبر مما تتكون؟ إنها على حرف جر، المنبر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن إذا رأيت يا بني الخبر عبارة عن جار ومجرور، فإن نوع الخبر يسمى شبه جملة. يسمى الخبر هنا شبه جملة. لماذا؟ لأنه يتكون من الجار والمجرور. شبه الجملة يا بني ليس الجار والمجرور فقط، بل انظر هنا، الامتحان غدا، الامتحان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم في أول الكلام. بماذا أخبرت عن هذا الامتحان؟ أنه غدا. إذن الخبر غدا. هل أعرب غدا مباشرة أقول إعرابها خبر؟ بالتأكيد لا، وإنما سوف أقول إعرابها ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثم بعد ذلك أبين أنها هي الخبر. إذن ما نوعها؟ إنها ظرف، والظرف نقول إذن إذا رأيت الخبر ظرف أو جار ومجرور فإن نوع الخبر شبه جملة. إذا رأيت الخبر عبارة عن مبتدأ وخبر تقول نوعه جملة اسمية، وإذا رأيته عبارة عن فعل فإنك تقول نوعه جملة فعلية. نأتي إلى المثال رقم 5، المسلمون خاشعون، المسلمون خاشعون. المسلمون اسم في أول الكلام، لذا سوف نقول بأنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أنت تعلم أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أين الخبر؟ بماذا أخبرنا عنهم؟ قلنا بأنهم ماذا؟ خاشعون. إذن الخبر كلمة ماذا؟ خاشعون. ما نوعها؟ نوعها مفرد، فليست جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وليست جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل،
وليست شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، وإنما هي اسم مفرد بمعنى أنها تدل على كلمة واحدة. تدريبات عامة. اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. الكذب عاقبته وخيمة. أين المبتدأ في هذه الجملة؟ سوف تحدده من بدايته. سوف تقول الكذب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. أين الخبر؟ هل أقول الخبر وخيمة؟ الكذب وخيمة؟ لن يأتي المعنى سليما. هل سأقول الكذب عاقبته وأسكت؟ لن يصبح المعنى واضحا. الخبر عن الكذب أنه ماذا؟ عاقبته وخيمة. إذن لدينا كلمتان، الأولى مبتدأ والثانية خبر لها، عاقبته ما لها؟ وخيمة. إذن نوع المبتدأ هنا يا بني جملة اسمية. وحتى تعلم الخبر الذي يكون نوعه جملة اسمية، تجد أن المبتدأ الثاني يحمل ضمير يعود على المبتدأ. تقول مثلا الشجرة أغصانها طويلة، وتجد الكتاب أوراقه قوية، وهكذا. فتقول المزارع أو التاجر أمانته مهمة، ونحو ذلك. تعلمنا اليوم يا بني الجملة الإسمية، وقلنا بأن الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ وهو اسم في أول الكلام، وهذا المبتدأ محتاج إلى خبر. هذا الخبر يخبر عن المبتدأ، فهو الجزء المتم للفائدة. قلنا بأن المبتدأ ليس على صورة واحدة، وإنما قد يكون اسما صريحا مثل محمد مجتهد، أو يكون ضميرا منفصلا كقولك نحن مجتهدون، أو يكون مصدرا مؤولا مثل وهو الذي يتكون من أن والفعل المضارع، مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم. ثم انتقلنا وتحدثنا عن الخبر، وقلنا بأن الخبر إما أن يكون مفردا مثل قولك نحن مجتهدون، مجتهدون خبر مفرد، أو يكون جملة اسمية بمعنى أنه يتكون من مبتدأ وخبر، أو يكون الخبر جملة فعلية فعل وفاعل، أو يكون ظرف وهو الجار والمجرور، أو يكون شبه جملة وهو الجار والمجرور والظرف. بذا أبنائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا، سائلاً الله عز وجل أن أكون قد استطعت توضيح هذا الدرس. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.